ومغذي ومفيد وفي حاجات حلوه قوي وطعمه كلنا بنحبه طبعا انتوا عارفين كلنا بنحبه صح؟ صح. هو بيتعمل ازاي يا مس نجاة؟ بص بقى احنا عندنا المكونات اهي قدامنا دقيق وسكر وبيض وزيت ولبن وبيكنج باودر وفانيليا و امال ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا مس نجاة؟ ده البيكنج باودر ده بحطه عشان يخلي لي الكيك ايه شكله هش كده وجميل واحب طعمه تمام؟ ده السكر اللي بنحطه وده الدقيق وده معانا كمان الفانيليا عشان تدي ريحه حلوه والبيض طبعا احنا عارفين ان البيض مفيد جدا مش كده؟ صح. وكمان بنحط ايه؟ زيت تمام؟ ايه ده؟ ودي الورق اللي هنعمل فيها الكوكتيل بصوا شايفين دي؟ دي بقى اللي بحط جواها العجينه بتاعت الكيك وتطلع لي بقى ايه؟ جميله وتبقى بالشكل ده في الايه؟ هو ده شكل البسكوت اللي بنجيبه في السوبر ماركت؟ لا ده احلى جدا لان هو من البيت وماما اللي بتعمله وكل الحاجات احنا بنعملها واحنا عارفين كويس ان هي نظيفه وجميله يبقى ده احلى ولا مش احلى؟ اه. طب يلا بينا نعمله؟ يلا بينا. ماشي انتي قولي بقى ايه في الحاجه الاساسيه اللي بنحطها في الكيكه بقى ها ايه بقى دي في حاجه كمان بنحطها في الكيكه يلا مين هيناولني مين بوكس ريكس ادي واحد ريكس مين بوكس ريكس يلا يلا تاون تاون يلا عيدو حطينا ايه بقى في العمل ده ايه؟ حطينا عليه ايه؟ بقى حطينا عليه
وايه تاني؟ زيت. زيت تاني؟ زيت. خلاص عملنا كل ده في النتيجة. ماما اللي هتعمل في الخلاط ولا مين اللي هيساعد في البيت؟ ماما تعمل في الخلاط واحنا ايه هنجيب في ايه الحاجات اللي هي ايه؟ الخلاط والحاجات اللي فيها الكهرباء لا. وبنحط الفانيليا وبنحط عصير البرتقال. هنسينا بقى عملنا الخليط في الخلاط وقمنا ضربينه. هنحط هنجيب بقى الخليط على الزيت والبيكنج باودر حطيناه هنا في الزيت. تمام يلا بقى نحط الخليط ونعمل. يلا يا علي قلب كده مع بعض. بصي يا ولاد اتجاه واحد مع بعض. ماما بتعملها كيكه كل يوم. انا عملت كيكه.